بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن في هذه الحلقة 80 بعد 107. نتناول آيات من سورة النساء. عنوان حلقتنا خذوا حذركم. خذوا حذركم، يعني ربنا قالها في آية ولكنها نجعلها موضوع حلقتنا. خذوا حذركم، الآية 71 في سورة النساء، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. في تكتيكات الحرب الله سبحانه وتعالى يأمر المسلم أن يكون دائما على حذر. يعني على حذر، أقول لك أنا، التقوى كلها حذر. يعني التقوى كلها حذر، يعني الآيات كلها اللي عندنا والأحكام كلها عشان التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. فالتقوى حذر، لدرجة أن هما يعني بيسألوا بعض الأئمة ما هي التقوى، فقال له إيه؟ أرأيت من يسير حافياً في أرض شوك؟ شفت واحد ماشي حافي وأرض مليانة شوك؟ قال له طب يعمل إيه؟ قال له بيرفع ثوبه عشان ما يمسكش في الشوك وهو ماشي، ويمشي على طراطيف صوابعه، ويبقى حذر. يبقى حذر ليه؟ لأنه برضه ممكن رجله تيجي على شوكة، ممكن ثيابه تلزق في شوكة غصب عنه. فقال له: هكذا التقوى. التقوى أن تسير بأرض شوك وأنت حذر، يعني واخد الأسباب ومتوكل على رب الأسباب وخايف برضه، مذاكر وعامل حسابي في المذاكرة ومتوكل على ربي وحذر برضه. حتى عند لقاء الله، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يحتضر، شاب بيموت، فقال: كيف أجدك يا بني؟ قال: والله أخشى ذنوبي، أنا خايف ذنوبي كتير، وأرجو رحمة ربي. أخشى ذنوبي، أنا عامل ذنوب كتير، ولكني أرجو رحمة ربي. فحضرة النبي قال: سبحان الله، والله لا يلقى أحد ربه على هذه الحالة إلا أدخله الله الجنة. عنده ذنوب خايف منها، ومع ذلك يرجو رحمة رب، بين الخوف والرجاء. طب دي مهمة جدا علشان نعيش كده، مهما كثرت الطاعات ومهما كثرت أعمال الخير اللي تقوم بها، لازم تبقى خايف برضو من ربنا. مش إن أنا بقى ليا طاعات كتير، لا، ده أنا ليا عند ربنا كتير، ده أنا صدقت كتير وصمت كتير، وهو ده أنا ليا عنده كتير قوي. ما في ناس كده، يعني في ناس من كتر عبادتهم بقى عندهم غرور اسمه غرور العبادة. لا، ربنا بيقول: خذوا حذركم، خليكم دايما على حذر. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا ثبات، طبعا النفور يعني نفر، يعني جري، خرج للقتال. ممكن ينفر من ثبات، يعني هو قاعد بيتكتك بيخطط معايا. يعني في انسان ممكن زي دلوقتي كده يغزو العالم وهو قاعد على جهاز كمبيوتر، يدخل على برامج بنك، يدخل على البرامج العسكريه للبنتاجون، يدخل على اي حته بيقاتل ويحارب وقاعد في مكانه. فانفروا ثبات، حرب تكتيكيه في موقعك، أو انفروا جميعا أو خرجوا في جماعة حسب تخطيط الحرب. بس في جماعة منافقين، الجماعة المنافقين دول إيه؟ يقولوا: إحنا معاكم، خارجين معاكم، خارجين معاكم، وبعدين يفضلوا يتلكعوا لغاية لما إيه؟ لغاية لما الناس يخرجوا ويسيبوه. وإن منكم لمن لا يبطئن، خلاص ما خرجش. فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شيء. لما يحصل بقى كارثة للناس اللي خرجوا دول، يقول لك: الحمد لله أنا ما رحتش معاهم، كان زماني اتبهدلت. شفت بقى؟ وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. خلاص؟ طب افرض بقى جت العكس، وهو الحياة دي يعني فاز بلذة كل مغامر وبقى بحسرة كل جبان. اللي قاعد جبان كده وقافل على نفسه بيموت في اليوم يعني عدة مرات. الشجاع يموت مرة واحدة، والجبان يموت في كل يوم عدة مرات. الجبان ده مرعوب، لو خبط الباب يموت، لو مش عارف حصل ايه يموت، لو حاجه وقعت في الارض يترعب. يعني في ناس كده مرعوبه على طول، جبانه. طب افرض ان انا جبان، اعمل ايه؟ اسجد لله عز وجل واطلب منه يديني شويه شجاعه. ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. يعني لو حصل للناس اللي خرجت دي مصيبه، الحمد لله انا ما كنتش معاهم. ولو رجعوا بقى بالنصر يقول لك: يا ريتني كنت معاهم، ها؟ يعني جاتنا نيله في حظنا الهباب، يا ريتني كنت معاهم. لكن لو هو محب
وكان عنده عذر حقيقي وما خرجش، كان عيان، كان سخن، عنده حمى، اي شيء وما خرجش، لو اصاب الناس خير يفرح الحمد لله، دول اخواتي وحبايبي. لكن في ناس منافقه، ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. يعلمنا الحق تبارك وتعالى في ايات القتال في سوره النساء: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. أمرنا أن نقاتل الناس لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس. يعني مش عايزين الناس يعبدوا الناس، مش عايزين الناس تخاف من الناس، عايزين تخاف من ربنا. ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. آيات القتال كثيرة جدا في سورة النساء، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن في آيات أو في أوقات يجب فيها القتال. في عصرنا ده في دول كثيرة جدا مليانة قتال. طب هنقاتل ليه يا رب؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. في ناس كثير قوي عايزة حد ينقذها. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. انت بتقاتل عشان الضعفاء والغلابة والأطفال والنساء والولدان، دول عاوزين حد قوي. فلا بد أن تكون لله، لا بد أن تكون مع أهل الحق مش مع أهل الباطل. وما لنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى كده: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. طبعا آيات القتال كتيرة جدا، لكن أنا النهاردة كنت بس بقول خذوا حذركم يا شباب، خذوا حذركم، خليك خايف دايما. أنت تؤدي لله طاعة والآن ربنا يقبل ولا لا؟ ها؟ يعني لا تشترط على الله عهدا ولا إجابة دعاء ولا كذا، بطاعتك انت ترجو من الله ان يقبل بس. زي التقوى، التقوى كانك تسير حافيا في ارض شوك، تخليك حذر باستمرار، خاف لا تقع. ده الدرس اللي احنا عاوزين نتعلمه النهارده، خذوا حذركم. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله الله.